اشرب على الريق الضحى مرمية إن داهمتك عوارض الإسهال، وإذا شكى القولون منك بليلة فعليك باليانسون دون جدال. وألذ أنواع الحديد سبانخ، والزيت خير معالج لهزال. وإذا أصبت بنزلة خذ زعترا فهو العلاج لكحة وسعال. واستزرع الجرجير فهو كلحمة، فاللحم قد يأتي على أشكال. واغسل كلاك بضمتي بقدونس، وعلاج حب للشباب مثال. وعصارة النعناع خير معالج ومنشط قلب العيي البالي. وإذا لواك المغص فاشرب جعدة فمرارها يحلو بأية حال. وعليك بالشوفان أفضل حمية يكوي الدهون بغير حد نصال. واحرص على التفاح كل صبيحة حتى ترى الأسنان منك لآلي. والزنجبيل لوحده مستوصف كالصيدلية، فغله للغالي. ودوى التهابات الحشى بابونج ومنوم للرضع الأطفال. واترك مشافي الباطنية كلها إن كان عندك شومر يا خالي. ولدورة دموية خذ قرفة أو كرفسا إن كان ضغطك عالي. واشدد عروق الجسم منك بترمس وبسمسم فهما دوا وتسالي. والثوم كم في لبه من نعمة، 100 علاج تشترى بريالي. الحمد لله على النعم. والفجل أفضل طارد وملين وبه تليق نصائح البقال. واهرع إلى الملفوف لو بك سكر، ولمن تصدع فالدواء دوالي. ما أجمل الكمون، كم من وصفة في حسنه اختلطت بكل جمالي. الله يخلق داءنا ودواءنا، سبحانه رب عظيم عالي. والله إن الله يشفي دونها، فهي ابتلاءات لخير نوالي. فعليك بالقرآن يا من يشتكي وجع الفؤاد وخيبة الآمال. كم صاحب المرضى إلى آياته، يا متعبين تفيأوا بظلالي. فالروح لا تشفى بعشب أو دوى، فطبيبها التقوى بثوب جلالي.